الناشط مايكل حداد يتسلق صخرة الروشة ويتحدى إعاقته الجسدية. في خطوة مهمة قام الناشط مايكل حداد بتسلق صخرة الروشة في تحد لإعاقته الجسدية. المهمة حصلت بمتابعة من فوج المغاوير في الجيش اللبناني الذي حضر قائده العميد الركن شامر ركز إلى روشة وأعطى تعليماته وواكب مايكل حداد لحظة بلحظة. فصعد الناشط الرياضي بكل ثقة ورفع العلم اللبناني على أعلى الصخرة. حشود من المواطنين حضرت وتابعت حداد الذي عاد ونزل من أعلى الصخرة على الحبال أيضا بمساعدة عناصر المغاوير في الجيش. خلي يلاقي إيد على الحيط وإيد ثاني بلاط فيها، يطلع على الحيط بيوزن فيها وينزل العربية، ما يستعجل، عم بحرك جسمه كثير، عم بخبط حاله. أوكي عشرة تلاقيتك وتلاقيك وهيك راح يصير. ويهدف حداد من خطوته إلى توجيه رسالة لإنقاذ الشاطئ اللبناني وكائناته البحرية من التجاوزات والتلوث، وتتزامن مع يوم المحيطات العالمي. مبروك.